يعني حقيقة هذا أو هذه مشكلة من قديم الزمان. يعني أنا جيت وتشرفت وسعيد حظ أنه عملت مع كبار النجوم، تعلمنا منهم الالتزام وتعلمنا منهم عدم الشكوى، وماكو جروبات. الآن مع الأسف جروبات، هاي الجروبات يعني أثرت على كثير من الممثلين. يعني هاي المجموعة فلان وفلان وفلان، هو مو دعوة أنه يدعوني فلان أو فلان للعمل بالعمل الفلاني، لكن اللي يعني حزب النفس نموذج بالنسبة إلي، يعني بالنسبة لكثير من الممثلين يحس نفسه أنه مبعد سواء متعمد أو غير متعمد، وهذا يعني ألم لكثير من الفنانين. بالتالي الجروبات يعني ما أسف الجانب المشرق، خلينا نقولها إذا العمل بروح الفريق ولموسم وموسمين، هذا الموضوع هم بنتائج إيجابية على أقل تقدير؟ هو أكو إيجابيات، لكن الآخرين يعني شنو ذنبهم؟ مدى على نفسي يعني أنا السنة ما عملت لأنه مريت بوعكة صحية من الشهر الرابع المتابعين لكن أنا ألمي على الآخرين، أنه كثير من الفنانين يعني حتى ماديا يعني تعبانين جدا. طيب يعني هو من كان شاب مثل أدوار شاب أكبر جيبوا دور مدى على نفسي، أكرر المرة المئة مدى على نفسي. لكن إحنا عندنا مع الأسف يعني شيء مؤلم جدا، يعني أنه كثير من الفنانين بدون عمل.